بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير كمال. إن شاء الله النهاردة الدرس رقم 22 من كورس أساسيات لارافيل هيكون Introduction عن الكويري بيلدر. إيه هو الكويري بيلدر وبيعمل إيه؟ طيب تعال كده نفهم. في يوم من الأيام كنت عايز تعمل Insert جوه الداتا بيز. انت عايز تعمل انسيرت جوه الداتابيز، كنت بتقدر تعمل الانسيرت ده عن طريق فورما، صح؟ كلامك منطقي. الكويري بيلدر ممكن تعمل لي انسيرت في الداتابيز وانا اديلها البيانات بدون الفورما، دي رقم واحد. طيب رقم اتنين، ان الكويري بيلدر هو بيتعامل مع الداتابيز. طبعا هو كلاس موجود جوه اللارافيل، طبعا ده بيكون اختصاره دي بي. كل ده هنشوفه ان شاء الله يعني باذن الله في الدروس الجايه باذن الله. بيكون اختصاره دي بي، وبنقدر نتعامل مع الداتابيس من عمليه الكراد بالكامل كلها، يعني ممكن نقدر نعمل ابديت وانسيرت وديليت عادي بمنتهى السهوله. طيب لو احنا رحنا على موقع لارافيل ورحنا على الدوكيومنتيشن، بعد كده هنروح على داتابيس، هنلاقي موجود عندنا حاجه اسمها كويري بيلدر. كويري بيلدر، انا عايزك قبل ما تدخل عندي في الفيديوهات حاول ان انت تبص على جزئيه الكويري بيلدر كده وتفهم ايه اللي فيها عشان تعرف الدنيا بتاعته ماشيه ازاي، ازاي بيتعامل مع الداتابيز، وازاي هو بيقدر يجيب لي بيانات من الداتابيز. ممكن نجيب بيانات السيلكت، او نقدر نعمل ابديت انسيرت، نقدر نعمل وير، كل ده نقدر نعمله بالكويري بيلدر. عايز اقول لك بمنتهى السهوله تقدر تعمل الكلام ده في الداتابيز. طبعا هنا دلوقتي هو في عند كنترولر وبيبدا يقول لي ان هو هيجيب بيانات من جدول اليوزرز، كل البيانات بالكامل، وبعد كده هو عمل فور اتش عليها عشان يبدا يشوف كل يوزر يجيبه من الداتابيز. طبعا هنا كمان بيقول لك ان انت ممكن تروح تجيب اي بيانات من جدول وتعمل كونديشن معاك، تقول له وير لما يكون الاسم بيساوي الاسم، وبتيجي هنا فيرست عشان يجيب لي اول رو موجوده بعد ما يشوفها. طبعا هنا عندي الفايند وعندي بلاك. طبعا كل ده احنا ان شاء الله هنشوفه باذن الله في الدروس الجايه باذن الله. انا بس كل اللي عليا ان انا حبيت ادي لك فيدباك عن الكويري بيلدر، ان هو من الحاجات المهمه جدا جدا اللي في يوم من الايام انت هتشتغل عليها باذن الله. طبعا قدام في حاجه تانية بتتعامل مع الداتابيز في لارافيل كمان اسمها الاليكوانت او بيسموها الاو ار ام. طبعا ده قدام شويه هنبدا ان احنا نفهم ايه الفرق بين كويري بيلدر والاليكوانت. الاثنين بيتعاملوا مع الداتابيز، ولكن الكويري بيلدر له توقيتات معينه والاليكوانت له توقيتات معينه ان احنا نتعامل مع الداتابيز. ان شاء الله باذن الله من اول الدرس الجاي كل اللي انا عايزه منك ان انت هتروح تنزل مشروع جديد وتسميه كويري بيلدر. وعايز اقول لك من بدايه الدرس الجاي انت هتنفذ اوامر كتير من الدروس اللي فاتت، يعني هننشئ جدول وهننشئ كنترولر عشان نبدأ نتعامل معاهم، وهننشئ راوت ونبدأ نشوف بقى الدنيا بتاعتنا. يعني أنا عايز أقولك الدروس اللي فاتت كلها في الدرس الجاي ممكن هنجمعهم في مكان واحد بإذن الله في الدرس الجاي. أتمنى يا رب يكون الانترودكشن عجبك. يلا بينا إن شاء الله على الدرس الجاي عشان نبدأ نعمل أول كويري بالكويري بيلدر. السلام عليكم.